هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير، كل عام وانتم بخير، صحه وسلامه، من العايدين يحفظكم يحفظ اهلكم ان شاء الله. هاي خاب باشر عيد، او يعني بيوم ينزل العيد، في المقطع ينزل اول يوم العيد او قبل العيد بيوم او ثاني يوم، بعد كل واحد شو قد ما يعيد. احنا المهم عايدناكم. طبعا شباب شوفوا هاي الارافل مفقسات عندنا، ذني وذني، ذني مفقسات وذني مفقسات ما شاء الله، ذني بعدهن وذني بعدهن، وهاي ذني هم بعدهن، وهاي بيضة بيضة واحدة، ست بيضة البيضة الثانية. شوفوا شباب، هسه ولد احد المتابعين جاب لنا ذني اشتريت من عنده ب25,000 اربع طيور، بس بيهن طلع واحد محل، بس انا اخذتهن لان هذا فحل. شوفوا فحل، هاي طيرة، لا العفو، هذا فحل، ديش طيرة، هاي طيرة وفحل، تمام، وهاي طيرة محلوة، وهذا هم طيرة، هاي حلوة، تمام. منقص طواير، فإذن جاب لنا اياهن الولد، ثلاثة طواير وفحل، بس بعد جاب ما أريد ترجع لين واحد محلو متفضية، هاي مو وكل، بس بعد جاب هنا هاي تسوي هاي شغلة. الشغلة الثانية احتمال، شو راح اسوي هسه؟ راح يجينا طارق، راح اروح للكسرة، احتمال راح الم كم زوج المحلوات ابيعهن واجيب لنا فد خمس زواج ستة هيج الشكل. شوفوا هذا الشكل اللي نجيبه هيج، شو تقولون؟ اجيب بس الحلوات، نجيب لنا فد خمس زواج حلوات، حتى هذا المشتف اللي لزمناه طلعه، نبقي بس هذا، هذا الشكل، هذا الفحل، هاي الطيره، هاي الطيره، هاي الطيره وفحل، يعني المكعكلات، المكعكلات نبقيهن الحلوات، لان جوا هم طيره وفحل. لو نشتري ويلا نبيع، نشتري يلا نبيع، خلينا نشتري وبعدين نصف، يلا خلينا نشتري وبعدين نصف. واخونا طبعا ولد من النهروان صاحبنا هم دزلنا، دزلنا يسمونه طائرة أرفلية مكتفة شوية، طائرة كلش حلوة، بس بعد أيام صاحبي راعي التميم بعد ما جايب لنا اياها، ولد هدانا اياها هدايا، هاي هدية يعني، عيني اليوم أول فتحة عندنا للفرخات التيادي، بس راح افتح الباب طبعا، هن جوعانات نطلعهن، بس افتح الباب راح اطلعهن بعد، هاي ذا واحد طبعا من يمهن، هاي المشكلة هن ذني كلاب، اكو بين اشكال خفيف يسوي المشاكل. وعندنا هذا خطيه انضرب برجله ويبست رجله، ذاك رجل صار هاي بعد اول طلعه صعد على السطح، على السطح شنو صعد على الستاره، هذا الطيران اللي زمناها وصعد، طلع ابو جهل طيرني، الطيران طلع ابو جهل شباب، والله لعبة تروح منهم. هذا ايش قدر يسكن 20 ريشه، نشوف اذا ثلاثة عندنا برا، طويلة طلع ابوجها شباب. لا الحمد لله طيبة الامور، بس بقى هذا اثنين قمزن
واحد نزل بالحديقة يعني اشكاله مو قوي، وجبته واحد صعد فوق نزلته هذا اللي طويرني، وبقى عندنا هذا هسه اللي يحاول يسوي له ملعوبة يخرب وزنه، بس ان شاء الله ما يقدر. ايام عياد وانزل ونجب. هني ما اعرف مثلا المفروض شوي ارتب القاع يلا افتحها، بس هي صارت هيك بعد رفعت. بقى بس هذا الزيرة ينزل وبعد ما عندنا شيء. ايش راح اسوي شباب؟ هذا المغز زبتيه تعلقته هنا، أنا من راح احبسهن راح زين راح اشطلهن، ان مشكولات وراح اقصقص العواشر مالتهن من هسه. راح اشطلهن كل واحد اشطل اثنين باثنين، بوحده بوحده، ثلاثه بثلاثه، واعوف افضل واحسن ان شاء الله. هذا شاف الموت بعينه، هذا ابو جنح البرتقال نزل بالحديقه وثلاث بزاجين ركضن وراه، بس ما يعني شلون يشيدن عليه، بس ما يضربنا. هو يقمز وركض ركض فرن الحديقه سويه. رحت جبته لقيته ماكو، خلصان اروحه. يلا عيني الف رحمه على والديك. هذا نزل، شوفوا نزل ما عندنا شيء. انا طبعا والله شباب ارد احبسهن، ارد احبسهن لاني هسه ايش ارد احبسهن؟ لان احسهن اشكالهن خفيف، يعني شاكل 8 ريش و7 ريش ولا عبالك مشكولات. كل شويه قام طير من يمهن. شوفوا عندنا هاي رمانيه مصيوبه همين، الله راح يقبل ان هاي الرمانيه مصيوبه. مصيوبه مبينه. امشي ولد يقول لي انت المصيوب ليش تحوله بذاك البلد؟ يعني شنو مثلا تنقل المرض منا لهنا؟ انا حكايته صحيحه بس ما عندي غير مكان، وده تمشي عدله وياه. يعني دا احول الطير من هذا المكان لهذا المكان، اول شيء قبال عيني يبقى. شوف هاي همين وضعيتها تعبانه، اول شيء طير قبال عيني انطي علاج ما انساه واشيله من ذيش الكوما، يومين ثلاثه يتعالج يشمر هنا. هاي الطيور هنا هاي ضد الحراره والبرد، هاي ان شاء الله ماكو امراض هنا. يعني طيور كلها كبار بالعمر وكلها منتجه، ف يعني اتصور ما عليها شيء. الأعراف نفس الحالة، ما واجهنا فد مشكلة بيها. هذا اللي هنا كان طير زاجي، ولا زاجي شكو عليه حديدة وطير صيد، فكلهم مو مهمات. بس أشيل التك من نص الطيور ذني الهوسة أفضل، حتى شنو لا يتمرض وينتشر ويا خواله. خلي شباب خلي تعالوا خلي بس نشيك الفخاتي. والله الفخاتي كل ما اوصل يم الطيور لازم اني اشيكهم لاني خطيه. هذا واحد هنا أنا. والله مو خوزق، مو خوزق والله. هاي هنا أنا شنو؟ هاي هم واحد هنا أنا. هم مو ذاك الزق، يعني بعدتك وينه؟ لان هاي الفوق كان جواها اثنين، هاي الفوق كان جواها اثنين. واحد ميت، واحد ميت، واحد ميت شباب. ما ليش يعني عودين هيك؟ والله ما ادري. زقن هنا اول يوم وامور تمام، وزقن هنا ثاني يوم وخلي احبسها الفرخات. ارد انظف شويه السطح وارد افتح ذني عشيهن برا، فخلي احبسها شويه. يلا اليوم نص طلعه، ربع طلعه، شو يسموها لك بداية. هاي يعني ان شاء الله باكر تفتحن اكثر. يلا نعمة انه طلعنا الطيور وطببناها وما ضيعنا، هاي نعمة. خلينا نفتح الحبريات نرد عشين برا حتى يطبن يزقن. الظاهر هاي الفختية ميتة احتمال اكل قليل، هاني ما معشيهن زين ما زاقات، بس لا والله ما ادري. نوبة نتحملنا ذني فيك على الفارغ. النية كانت شي واللي صار شي ثاني. عبالنا انه نخلصها من الحار وبنفس الوقت ينزقن يمنا ويطلعن ويا الطيور. شوف شنو الترتيب اللي يصير مالتهن، طلعن لنا بشغلة صفح طيورنا ابو ما زاقتهن. والله ما ادري يا شباب
نعم جواني فراخ. سطح يراد لحملة شباب تنظيفية، بس خلي نفطر ونرتاح حتى إذا ما أجا هذا الولد يشتغل سطح أنا كله أرتبه وأسويه. خل ما نظل ننتظر ليش وقت شوي نظفت لي غاد. شباب احنا المفروض هسه نفتحن كل نسويه تدروني ولا لا؟ انا اول ترى راح افتحن ويا الحباري. الله اكبر الله اكبر. فالمفروض ينفتحن ويا الحباري كلهن، بعد شنو انا عازل لوحدهن. يلا شوي وراجع لكم. شباب انا حولت الفخاتي جوا غير طيور. خلينا نشوف هسه ذبيتك اللي تعشن كم غير يطبن يروح عندنا يزقنن. كلها طيور طبت الا هذا الزوج اللي حولت جوا جوا الفخاتي بدا يطبن يمه. بس خلينا نباوحن بلكي يطبن. تبدلت الماي شربن ومنه وغاد. شباب بعد يعني نفتح نسوي الطيور، نفتح نسوي الفرخات التيادي ويا هاي الحبريات. بما انه احنا بعد عندنا يعني الزبيريات نباعن خلاص. شوف عم برسلها شلون حلو ما شاء الله بالبابوكو. صعده شلون جنح شايله احلى شي بيها. هاي العنبر سرعة عواشرها سود، يعني فتشي كلش مميز من الطير. يعني تخيلوا من الطير ديل ازرق وعواشر زرق وهذا هو والباقي ابيض. فشوف الجمال فراشة شلون اصير حلوة. خلينا نشوف والله ذني راح نزق المراحل. ما طابة في هاي المشكلة صاير يطبني يزقني يفضلني. زبير مفقس يمكن هذا المسكي على هاي الطيرة مفقسها. الزبيري هذا على هاي الطيرة مالته الجولدن هم مفقسات. يعني مفقسات اغلب الطيور مفقسات. ما راح يطلع عدد قوي هيجي تلاقيط حسب توقعاتي لاني هنا هم جواهن. يعني ما اتصور عدد هاي الفخات جوا ذيك الحله لحد هسه امهاتي ما صعدات. شي ينتظرن ما ادري. طاستين اكل خلصنها. انا اقول لكم شباب اليوم اذا رحنا للكسر نجيب لهم كلس، يحتاجون كالسيوم لان كلس نجيب لهم كلس حتى تمام الامور. شغله ثانيه صديق طارق ولد من الحي العامل شفته عارض زوج طيور ما صيد، من ضمن طيور الصيد عارض زوج عرافل. ارفلية بس والطيرة وارفلية بيضة طيرة حلوات. فراسل طارق جاب تاخذ النياهن اشترى النياهن من يمه. شوف شو وقت يجينا طارق يجيب هنا الارفلية بس وتقعد لهذا الفحل بس ود والبيضة تقعد ويا الهاي. يعني سيتة الطيور شباب احتمال ما ابي يعني نعوف نعيد خلينا نزق ان يطلع خلي يطلع. لان هسه اليوم اشترينا ثلاثة طواير وفحل، يعني نقول اليوم طيرتين وطيرة يمرعة ثلاثة وطيرة طيرة ام طارق هاي اربع طواير والمشتفة. احتمال نبقى معوزين طيارة واحدة بس، طيارة واحدة بس نبقى معوزين. هاي خلي زوجين. انا ايش عبالي عبالي نسوي لنا سطح ايش ترتيب. يعني هاي الاشكال الحلوة البلابل. بس اذا اسوي السطح يعني ذني اثنين نبقيهن، هذا الثالث نبقي، هذا الرابع نبقي، هاي الخامس السادس، يعني كل اللي نبقينا سبعة طيور بقيهن بيها. لا خليها شباب خليها ما بيحل بعد راح اشتري واجيب وودي. خليه هاي هاي الصبه اللي سويتها وتعبت عليها خلصنها. حافراتها شوفوا شباب جريديه طيور شنو ذني. خلينا نصعد نشيك الحمر نشوف فيكم اخو فوق ونشوف الفرخات التيادي جهزت لو ما جهزت. لان عندنا فرختين تيادي شو تقولون نبقيها ويا الحمر فوق ونعوفها لو ننزلها ويا التيادي. هذا واحد منهم شوفوا ما شاء الله كاملات، وهذا الثاني استحق ان ينزل شباب. ثاني الفرخات يجي الولد ياخذهم بعد العيد. هاي الاراف الالاج شوفوا ما شاء الله كم حلوه طالعات. هذا نكملن هذا راح انزلن بعد شباب خدنا نبقيهم.
حتى لا يتعلم من هنا، راح انزل هنا احسن. نازلات وين نازلات؟ شوف هذا الكمر نازل وين نازلات؟ وايا جاهزات هاي الشكريات لاني زوج، زوج الثاني نازلات ذاك انه يشوفونه مكعكل واخوه يعني بعد العيد. هذا طالع شوفوا، هذا طالع امانة الله دا نعطيهن اكل. هاي بشهادة وترتيبات حتى في سبيل يعني جهزة للولد، احسن تجهيز، احسن تجهيز يجهزه للولد. سحقت والله من العطش والله. شباب شباب رجعنا لكم. هذا طارق ابني، هاي تصعد وتنزل، تصعد وتنزل هاي العنبر سلام. يقول طارق خلينا نطير، قلت له يابا خاف هم نضيع لنا ثلاثه اقعد. طارق هذا تيدي صح صح على زمانه، هذا الا كان ما يطير. وبعد ما يطير بس خلينا نطير هذا حتى ذبحه براسي. اه خلينا نشوف هذا يطير ولا ما يطير. شباب ما له علاقه بالقران بس هاي انا عم بسرعه. لا طارق ما عندنا ضياع ان شاء الله. بس تقول يا الله بس هذا، بس هذا اريد نطيره. هاي اريد اراويك الجنح الصحيح للتيدي. باع شلونه؟ شلون جنح؟ لا ها ما يطيرن، لا ما يطيرن يا ابن العفن يا معود. هسه هو ماكله طارق، هسه هو ماكله عمي. بس هذا الزبيري ابوهن وامهن همزين، هذا ما بعناه. الولد يكيفون من يجي طارق، المقطع يصير بيواس. ظاهر الولد بعد ما يقلبوني طارق، يقولون وين قناة طارق؟ شباب صدق راح نسوي قناة مال المحمية. ها هاي القناة مال المحمية راح اخليكم بالوصف هاليومين ثلاثة بس ارتبها اكملها. اريدكم تشتركون بيها، من توصل 10,000 20,000 مشترك نبدي نفعل شغلة المحمية. راح تكون لو بحي العامل نسويها بيت ولا صاحبنا، لو راح نسويها بالحديقة مالتنا. بس شنو هذا الحكي ورا ما صعدونا القناة مالتها وترتبونا اياها ذاك الوقت نبلش بيها. بس خلي نشوف شباب البخاتي رجعتن على ذاك الزوج. لعبة روحي والله منها ما لي زقة، ما لي زقة. تعال شوف هذا شلون حمام طيب. بس واحد؟ لا عندي خمسة يمكن زبيريات. يعني. خليه ويا الصغار. انه وياهني. هذا حتى كعكونه ما طالع براسه كاتلاته. شنو طار؟ طار شيء؟ ما ادري يزقني والله شباب. لا بس الفخاتي. راح نشيل دنبن والله يا شباب. راح يسلم برقبتك. اي والله شباب. والله شيلت منه مهم. وش عليك انت بالحاره؟ وذا سمنك؟ هنا يزقن. تؤسر طارق لو يرجي. تختلف. هذا بدين الابيض. مو هذا؟ اه. هذا قبل كم يوم وين راح؟ طار راح ليغاد على ثالث رابع بيت، شو ياكل؟ ياكل ملح من الحايط، ما ملبوخ الحايط. صدق؟ وظل نص ساعة اجى هيك وحاصلته. وين مالتك الابيض شوفه؟ رايح. لا ما رايح مستحيل. اخر ضياع الثلاثة عندنا بعد ما ضاع وراهنش. اخر ضياع الثلاثة. ورا الثلاثة بعد ما ضيعنا. شباب طلع عندنا اثنين، هاي شنو هذا صعد؟ هسه انا ما مندك بي شوفت عينك، لا واصل يمه ولا شيء والله العظيم. هذا نفسه اللي راح اكل ملح يدور ملوحة موالح. انه بطار واخذ وياه التيدي. هذا اذا ضاع انا ما لي علاقة. تيدي طار. ولا انا والله شباب ما طيرنا، قاعدين اصلا مو يمه. بدي اشوف تاليتها شنو؟ هذا راح سلم لي عمي. انه بهسه وين ماكلات؟ ما
بس لا يسويها. أقول لك شيء؟ راح. راح. راح والله. راح. أنا على أبوك أبو حتى التور. والله شباب ما واصلين يمه. الظاهر الملح صعد الضغط. الملح صعد الضغط. شوف طلع بوجه. يا الله حظك والله يا عارف بالعار. يعني صدق قاعدين ولا لنا علاقه ولا وصلنا يمه ايش نقلب بالتليفون شو هذا تيجي طار هو وياه بس الظاهر باب مفتر ما عنده باب الا ما دار وجهه ما دار وجهه يعني هسه تعال شنو راح توصل لاهلك غير رأيه غير رأيه حس على روحه حس على زمانه رجع مرت له خم راح على الخاص مزدحم راح يرجع هو صدق يصل عادي يصير يرجع هذا جه هذا جه شباب بس شو تطير له ما عندنا طير يطير احنا انزين هذا قاعد بالدجاج 55 اي شام روحه لا اي والله شو نقلب الدجاج راح وابن الغبيه لا راح يوصل لاهله وراح يروح مثل المطي ينصاد هناك ويجي وتلقى جواه فراخ بس هي هذا هاي طيور الثوله اقول لك تجي بيضيع مو هيات هذا والله طارق يعني صراحة ما اعرف والله صراحة لعبت نفسي من تور ذني والله العظيم ولا يوقفون بالقران غير غير يتخربطون هسه ذاك اليوم راح ابيع غير ينجلطون بجهة القناة لا مو قصتي تدري شنو؟ انزقها وانطقها؟ اي والله العظيم وشنو اشرح؟ فوق بناتها ونجي ما تقعد ما في طيور شنو؟ تقول لي كلاب هاي شنو دش طشارة مال حموش والله شباب هي شوفوا ماكو نتيجة وين راح عندنا الاثنين؟ نروح نوحد ولا الاخر؟ شبعنا طبعا العود مفتوحات من الصبح ليهن انه شنو اليوم البارحة ها هي اجا بعد واحد وياه كان وين؟ دا يدور ملح يا ما تفتح لي الملح هسه بتقول هي هذا اجا تعال اجيب لك ملح والله المفروض يرجع طارق يعني شو وقت واحد يجلد بعد شو وقت يجلد بس ارد اعرف عبد ولي ماكو نتيجه شباب هي هاي الحياه هسه احنا همزين ما على النبي هو سلمها طلع بوجهه يعني طيور جوا افراخ شو وقت تستقر شباب طبعا هذا الفحل هياته اجى هذا يمكن خلينا ننقل له والله يمكن هذا مو هو طارق اي هذا ذي الازرق لا هذا مو مال تحت مال لا لا مو ذاك ذيل مشطب ذيل مشطب اصور مو طيران هذا يعني شباب هو هذا خسارة اليوم تخلي ولي وصلنا نهاية المقطع لا تنسون لايكاتكم ترتيباتكم وإن شاء الله نلتقي بمقطع جديد تحياتي لكم.